سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم جيت نصاوب معكم ان كادو اللي كيتصاوب بالتفاح ولا جانجونغ ولا سيترون. دونك خليكم معايا ندوزو المقادير. اول حاجه غادي نحتاجو الياغورت، خذوه بالنكهه اللي بغيتو، انا خديته بالنكهه الفاني. وغادي نحتاجو الكاس قل شي حاجه ديال السكر، يعني كاس ما يكونش عامر. وغادي نحتاجو نص كاس ديال الزيت، غادي نحتاجو 3 البيضات كاملين، وغادي نحتاجو الخماره الكيماويه، وغادي نحتاجو السكر فاني، وغادي نحتاجو لو سكر غلاسي، ولكن هذا حتى الاخر. وغادي نحتاجو بطبيعه الحال الحامض اللي انا بشرتو وحكيتو على هذه الطريقه هذه. وغادي نحتاجو لو جانجونغ، انا خديت لو جانجونغ بيو، دونك شديتو بشرتو بحالو بحال الحامض على هذا الشكل هذا. وغادي نحتاجو التفاح اللي انا قطعته على هذه الطريقه هذه، وانتم كيبقى لكم واسع النظر قطعوه كيف ما بغيتوا. وغادي نحتاجوا بطبيعه الحال للدقيق، دائما تنقول الدقيق حسب الخليط. على بركه الله ندوزوا للطريقه. اول حاجه كناخذوا البيض ديالنا، هذا البيض اللي انا ديجا غسلته وجربته بحال اللي قلت لكم كما العاده، كنديروا في الماء اللي طلع راه خايب واللي بقى لتحت راه مزيان، بغض النظر على التاريخ اللي كيكون دائما مكتوب في البيض ديالنا. دونك على بركه الله غادي نبداو بالبيض هو الاول. وغادي نديرو السكر مع البيض بطبيعه الحال. بعد ما درت السكر والبيض ديالي غادي نزيد الزيت دقه دقه. دابا غادي ندير هذاك الياغورت ديالي انا اللي اختاريتو يكون بالنكهه ديال الفاني. نتوما تقدروا تختاروه بالنكهه مثلا ديال لو سيترون ولا ديروه ناتور. دونك غادي نديرو الياغورت ديالنا، وبطبيعه الحال غادي نديرو لو سكر فاني لانه حتى هو كيعطي ديك النكهه ديالو في الكاطو. وبطبيعه الحال غادي نديرو هذاك لو جانجونغ اللي انا بشرتو ولو سيترون، حتى هما غادي نزيدهم على المذاق ديال الفاني كيعطي نكهه زوينه. ودابا غادي نطرب الكل. بطبيعة الحال بحال اللي قلت لكم بعد ما طربنا كلشي غادي نديرو يعني الدقيق ديالنا، ولكن غادي نديروه
دقه بدقه، يعني ما غنديروش كلشي دان سولكو. دابا غادي ندير البقيه ديال الطحين، بقى ليا شويه وغادي نطرب الكل. دائما بحال كنقول لكم ملي كنكونوا كنصاوبوا الكارطو ديالنا دائما كنخليو يعني الخمارة الكيماويه حتى الاخير، يعني راني درت كلشي بقى ليا غير الخمارة الكيماويه غادي نخليها حتى الاخر. دونك هاني وصلت للاخير، دابا غادي نديرها. انا خديت خماره وحده لانه عندي هذه الخماره هذه فيها 15 غرام، يعني القياس ديال الخماره اللي تيكون فيها 7 غرام، انا عندي هنايا 15 غرام. دابا بحال اللي كيبان لكم اني كملت هذا الخليط ديالي، غادي نديرو درتو في المول لان المول هذا المول اللي انا درت ليه الزبده. انا فضلت هذا المول هذا، عندي بزاف ديال الليمون ولكن فضلت بغيت الكاطو يجيني على هذا الشكل هذا، دونك انا فضلت هذا المول هذا درت ليه الزبده. ودابا غادي نشد الخليط ديالي وغادي نديرو هنايا باش بطبيعه الحال ندوز نصوب التفاح ديالي. خليكم معايا. فوالا البنات، هاني درت الخليط ديالي في المول اللي انا فضلت نديرو في هذا المول دو طاخ. ودابا غادي نحاول نحط هذوك التفاح ديالي على هذا الشكل هذا، يعني ماشي ديك الطريقه اللي كنت صاوبتو معكم ديك المره ولكن هذه طريقه اخرى. دونك شو ديسبوز هاد لي مورسو ديالي بحال هكا على هاد الطريقه هادي. نتوما بيان سور كيبقى لكم يعني الاختيار ديروا اللي بغيتو. دونك انا غادي نبقى هكا حتى نكمل الكاطو ديالي كامل، خليكم معايا ما تقطعوش. دونك فوالا البنات، هاني كملت الكاطو ديالي صافي، استفت هذاك التفاح ديالي وشعلت الفران بطبيعه الحال على 160 درجه. ودابا جو في انفورني لو تو لمده 35 دقيقه 35 مينوت دو طون
وفوق على درجة الحرارة 160. دونك انا غادي نجيب اون فورني لو تو ونتلاقاو ان شاء الله من بعد التقليم. فوالا البنات، هاني خرجت الكاطو ديالي من الفران وبطبيعه الحال وصلنا للمرحله ديال لو سوكر غلاس اللي درت فوق الكاطو ديالي. وبطبيعه الحال بحال اللي كندير دائما، جي اكومباني الكاطو ديالي بلي فرامبواز وجي نابي افيك لو سيرو اللي خدمته حتى هو بلي فرامبواز. دونك كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تعجبكم ويعجبكم هذا الكاطو هذا اللي صوبت، وكنتمنى على الله انكم تجربوه وسيرتو تخليو ليا التعاليق ديالكم وتخليو ليا بطبيعه الحال لايكات الى عجبتكم الوصفه. وما تنساوش الناس اللي ماشي معايا يشاركوا معايا، علاش لا، يشاركوا معايا بطبيعه الحال الى عجبتهم القناه ديالي. وتنقول لكم ما تنساوش راكم ديما في البال.